ركز معي للاستفادة. طبعا عندك عامل في بنغلاديش لأول مرة يجي عمان، قصة طويلة عشان يوصل إجراءات. أول شيء لازم تطبع له أوراق مع التقرير الصحي ماله اللي جاي من بنغلاديش راسل لك إياه، وطبعا هذا يكون معتمد عندنا في عمان، لأنه في الآن التقرير الطبي لازم يكون معتمد من مجلس التعاون وتعتمده هنا في عمان. بعدين تعمل له أوراق التأشيرة، الشرطة تخلص من الشرطة أصدرت له تأشيرة، تعمل له عقد من مكتب سند أيضا، ولازم يكون العقد من مكتب سند. تشيل هذا العقد قيمته بريالين، تروح إلى وزارة العمل تصدق هذا العقد بريال، تخلص من وزارة العمل تروح إلى التأمين، تعمل له تأمين أقل تأمين قيمته 15 ريال وما أي تأمين، في بعض التأمينات محددة. تخلص من التأمين تروح خلص من التأمين دفعت 16 ريال اللي هنا 15 للتأمين وريال للشهادة، تطلع من هناك تروح إلى وزارة الخارجية لتصديق هذا العقد أيضا وتدفع هناك 10 ريال. تخلص من وزارة الخارجية بعدك ما خلصت، لا تروح إلى السفارة البنغلاديشية وتحط العقد هناك، تدفع 7 ريال يخلص ثاني يوم بعد 6 ساعات بعد 7 ساعات، المهم ما نفس الوقت. شفت هذه الإجراءات الطويلة كلها كم تاخذ عشان تعمل عقد لعامل؟ بعد ما تخلص هذا العقد وتستلمه ترسله PDF إلى العامل في بنغلاديش عشان يجي. العملية ما سهلة، الوحيدين اللي خلصوك نفس اليوم عن طريق الأونلاين هو شرطة عمان السلطانية، وبقية الجهات كلها لازم تروح لها تمشي. هذا هو التحول الرقمي، ونحن في سنة 2022 وتركض من مكان إلى مكان عشان تخلص عقد واحد فقط، متخيلين؟ 2022